هذا واقعي ونصيبي. ضيعت سنيني وعمري وحياتي كلها بسبب غلطة ما ارتكبت فيها إلا أني ادعيتها على نفسي. ماما، بابا تسبب بضياع اللي راح من حياتك بغلطة منه. لا تسببين أنتي بضياع اللي باقي من حياتك بغلطة أكبر منها. لا تضيعين حياتك وتستسلمين لخوفك من بابا ومن جبروته ومن المجتمع. ما أنصفك يوم احتجتي لإنصافه. الله يخليك يا ماما، لا تضيعين الباقي من حياتك. يا لما، الشيء الوحيد اللي مخليني متمسكة بهالحياة هو أنتي وأخوك، وأنتوا الشيء الوحيد اللي أنا عايشة علشانه. وأنا ما أبي من هالدنيا إلا أنتوا، أنتي وأخوك وبس. حنا معك يا ماما، سواء كنا صغار ولا كبار ما حد يقدر يضيعنا منك. حتى لو كان بابا، مصيرنا مردنا لك. اطلبي الطلاق يا ماما، لا تتحججين فين. اطلبي الطلاق وعيشي مع اللي يستاهلك ويقدرك ويعوضك كل الحرمان والقهر اللي عشتيه. الطلاق؟ الطلاق ما راح ينفعني يا لما. ابوك اساء لي وشوه سمعتي بتصرفاته وغيابه عن البيت وحتى من حياتي، وما أظن أني راح ألقى فرصة أني أبتدي مع شخص ثاني. وجودكم هو اللي مخليني أنتظر بكرة واستنى. لولا وجودكم أنت وأخوك كنت ما قدرت أصبر أو أستحمل قسوة الحياة. هونت لأن الموضوع في ظلم كبير لي، ولأني إذا وافقت على شروطك معناها أني قاعدة أبيع نفسي برخيص، ومعناها أني رضيت بعبودية عصرية أمثالك حط شروطها ومعاييرها. حتى لو كنت موافقة على العرض اللي قدمته، من حقي أرفضها في أي وقت، خاصة بعد ما رجعت نفسي وفكرت في العرض اللي قدمته وشفته من كل الزوايا. تزيد المهر؟ شايف انك قاعد تتعامل مع الموضوع على انها صفقة؟ وقاعد تتعامل معي على اني السلعة تبي تشتريها بفلوسك؟ لا طبعا، مستحيل اوافق. كنت مجنونة وعقلت. ايه، هذا اخر ما عندي. أنا بندم لو استمريت معك بهالقصة ووافقت بعرضك المهين. أنت ما سألت نفسك أنا وش ممكن أسوي بالأيام اللي بتغيبها عني؟ وهي حسب اللي فهمتها أنها بتكون طويلة. ما سألت نفسك أنا شلون بقضي وقتي، شلون بعيش، منو بتولى أمري وحاجتي؟ وليش ما سألت نفسك هالسؤال؟ مو المفروض أني أنا بكون زوجتك؟ المفروض ان امري يهمك، وانك قدام ربك مسؤول عني ولي امري. شلون الامور تختلف؟ مو احنا بنتزوج على سنة الله ورسوله؟ ولا الحلال والحرام يتفصل عندكم على حسب رغباتكم وحاجاتكم؟ اقول غانم، لا تضيع وقتك ووقتي، شوف لك وحدة غيري توافق بشروطك الظالمة والقاسية. ويا ليت لو تمسح رقمي وما تدق علي مرة ثانية. وأنا وش دخلني بالفلوس اللي دفعتها للخطابة؟ كلمها خلي تشوف لك واحدة غيري. لا تخاف، ما رح تتعب، بتلقى بدل الوحدة ألف وحدة، ويا كثرهم المحتاجين بسبب ظروفهم. باي غانم. حتى لو حرمك من السفر ومنعك من الظهور والاستمتاع بفرصتك، انت غصبا عني ناجحة ومتميزة، وكل الناس بيسمعون اسمك وبيقرونه في الجرايد، وكل اللي حولك
بهنقونا وبيباركون لأنك نجحت وتميزتي. أنت يا بنيتي رفعتي راسي وراسنا كلنا، وأنا فخورة فيك لأنك نجحت وتميزتي، لأنك قدرتي تهزمين الضعف اللي زرعناه في قلبك وطريقك. أنت عطيتيني درس عمري وربيتيني وعلمتيني اللي معلموني إياه أهلي. أنا فخورة باللي سويتيه واللي بتسوينه. أنا فخورة لأن اسمك اللي حاولنا نمحيه ونطمسه بيكون على كل لسان. يا الله يا الله عليك يا يما، والله لو أني داري أني بسمع منك هالكلام مقابل خسارة الجائزة مو بس استلامها كان فرحت واستنست، وأنا أسمع أخوي وهو يمنعني من السفر. والله الكلام اللي أسمعه أكبر جائزة يما، وأكبر فرحة، وأكبر نصر. يما أنا أحبك والله وأموت فيك، يا أهم وحدة في الدنيا يا حياتي. وأنا أحبك وأموت فيك يا الله، أنت أحلى بنت في الدنيا. أنا أسألك عنه لأني بصراحة تبي صراحة بصراحة بصراحة مهتمة فيه يا نواف. من متى أنت مهتمة بعبد العزيز؟ من فترة، يعني من يوم هو راح أمريكا وتزوج غيري، وأنا كذا أتابع أخباره بس، والله بس على فيسبوك وتويتر، يعني محترمة أنه هو مرتبط ومتزوج. بصراحة يعجبني فيها ثقلة وأنه رزين وكله رجولة. بس يوم عرفت أنه خلاص يبغى ينفصل عن زوجته، اهتمامي فيه زاد وكبر. أصلاً أنا كنت ملاحظ هالشيء، كنت أدري أنك مهتمة فيه وتدورين أخباره وتنصتين لها بشكل ملفت، وعشان ترتاحين هو بعد مهتم فيك وحتى كلمني بهالموضوع. أوه ماي جاد، من جد يا نواف من جد؟ قولي بسرعة، شافك شفته وش قال لك؟ لا تخبي عني شيء، بليز قولي بليز تتكلمين جد؟ كيف تسألين أخوك عن واحد عاجبك؟ كيف؟ عادي ما فيها شيء، هذا أخوي وهو أقرب الناس لي. والله لو أقول لأخوي إني مهتمة بواحد كان يرميني من سطح البيت ويلا يبرد قلبه. أي سطح أنت بعد؟ والله لو الخبل أخوي كان يرميني من سطح برج المملكة. وبيحرص بعد انه يرميني في اتجاه شارع الملك فهد، علشان لو سلم مني عظم واحد والله بتحطم السيارات في طريقها. وش هالحكي يا هيا؟ وش هالوصف اللي يروع؟ ما علي البسكوتة، هذا واقعنا ولازم تستوعبينه وتتحملينه. الله انت بسكوتة، لا تخافين انا واريج والله حديد ونتحمل اكثر من كذا. يعني لو اخوي يرميني عادي والله اقومك اني العافيه، وما راح يصير فيني شيء غير شمخ بجبهتي. ليت هالقوه تحولونها لمواجهتهم بدل ما تصبرون على وجع ظلمهم. يقولون ان الفلسفه ما تطلع الا من الفاضيين ومرتاحين البال. اقول بلا مواجهتهم بلا هم، نحن من دون مواجهه مخلصين، اجل وشلون لو واجهناهم؟ اقول الجازي، يعني دام انه ما صكك كف على وجهك، طيب وش قال لك؟ قال لي ان عبد العزيز مهتم فيني بعد. يا الله وش في اخوك؟ خبير والله صاحي. والله ما في احد صاحي وعاقل مثل نواف، الرجال متفهم وحاب يكون قريب من اخته، يسمعها بدل ما يسمعها الغريب، وياخذها للمكان اللي ما يبي ولا يتمنى لها. يا حلوة يا ناس،
ليت كل الرجال مثله. أبي أتزوج واحد مثله. تكفين يا الجازي، قولي له، قولي له إن لما تبي تخطبك. والله لو كان قلبه خالي كان قلت له يا لما، بس هو عيمان ومتولع في اللي يحبها وما عاد يشوف أبد أحد غيره في الدنيا كلها. للحين ما عرفتي من هي الجازي؟ يا الله، وش اللي قافه، وش اللي قافه؟ خلوه الرجال يحب اللي يحبه. والله قولي لي وش قال لك عبد العزيز؟ شباب، شاب راسك انت والخبل رجلك. يا القهر، بس ضاعت علومنا يا بنيتي واختلطت امورنا، وما عاد صرنا نعرف وش اللي لنا وش اللي علينا. الحلال صار حرام والحرام صار لعيون مايا حلال. حسبي الله ونعم الوكيل. سامحيني يا بنيتي، سامحيني لأني ربيتك وربيت معك الخوف والإحساس بالنقص والدونية. الفائز بالجائزة الأولى من المملكة العربية السعودية الطالبة هيا محمد إبراهيم. بهالمناسبة هذه بسوي لكم أكبر حفلة في الرياض، واللي ما عرف الخبر وما عرف إنها هي أخذت أكبر جائزة بهالحجم هذا مبشر. أريد تغني فيها. مو بس أريج اللي بتغني لك، كلنا راح نغني لك ياللي رفعتي راسنا فوق. والله طلعتي متي هينا القروية. يلا خلاص خلاص، وقتكم خلص، خلص وقتكم. ول من أولها غرور وشوفت ناس ما شفتي شيء. والله ناوي من اليوم اتدرب على الغرور الصدقي. لايق عليك ويليك بك. يلا باي حبيباتي، انا رايحه كفي السهره مع امي تقبش قلبي. والله يا بنات ما ادري ايش فيها، امي صايره دربها الايام، بروح اجلس معها علشان ما تقلب على الوجه الثاني. يلا باي. أموي بسرعة أرسلي المقطع اللي صورتيه من التلفزيون عشان أحطه على الفيسبوك. لا حرام عليكي، أخاف إبراهيم يحوس عليها الدنيا. وليه يحوسها؟ وحنا أصلاً صورناها من التلفزيون. أنا أبغي هالمقطع أحطه على الفيسبوك عشان كل اللي معي في اللستة يشوفونا ويعرفون الخبر. والله رفعتي راس ديرتك يا حياة، مبروك الغالية، ألف ألف مبروك لديرتك ولنا كلنا بك. مبروك طن. الله يبارك فيك تقبشيني. حياتي مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي. مبروك مبروك. ألف ألف مبروك يا بنيتي، إن شاء الله أفرح في زواجك يا رب. حياتي هيا كتير فرحت لك، واسم الله عليك زكية وبترفعي الراس. شكرا. عقبال عيالك. خليها تجيب عيالها الحين.
أبشيني يا طنط. طب شي عمرك شو ملعونة. شفتي يا هالكي ما خسرتي أي شيء وما رحتي لهم، اسمك وطلع والعالم كله درب تفوقك، يعني ما له داعي تطلعين قدام وتقولين هذا أنا اللي خسرت. يا أخوي خسرت تجربة ممكن نستفيد منها كثير، خسرت لأني ما تعرفت على ناس شاركوا وتفوقوا مثلي، والله خسرت لأني ما تعرفت على عقول وتجارب بتثر تجربتي وتفتح عيوني على أشياء ما كنت أعرفها، خسرت كبيرة يا أخوي. ولما رحتها كان لازم تستلمي جايزتك بنفسك، ولا ما كان عندك فستان لهذه المناسبة؟ المشكلة مو في الفستان يا المملوعة، المشكلة في رجلك الخبل واللي منحها وحرمها من هالفرصة. إبراهيم لما خليتها تروح؟ ليه روحت عليها هذه الفرصة؟ وبعدين هيا أنت ليه ضعيفة؟ ليه دايماً بتخليه يوقف بوجهك؟ مين هو أصلاً حتى يتحكم فيك؟ سوري حياتي ما تزعل مني، بس أنت بتعرف أنا دايماً ما بقول إلا الحق، وأنا كتير زعلانة منك. أنا صبرت سنين وما عندي مشكلة أصبر سنة ولا سنتين إلين ما تغيرين أفكاره وتربينا. الله يعينك ويعيننا معك. الله يسمع منك يا بنيتي. أنا بمشي يا إبراهيم علشان المملوحة مرتك تاخذ راحتها وهي تأدبك وتغسل شراعك ولك تقبشيني أنطي. حارة حياتي يا طنط شو مخدومة. أنا بدي أزعل منك. إيه ليه حياتي ليه هيك؟ ألف مبروك يا حياة، ما تتخيلين وش كثر كنت فخور وأنا أسمع اسمك. مدري ليه حسيت له بانتماء كبير لهالاسم، حسيت قلبي ينبض بحروفه وأنا رددها مع صوت مقدم الاحتفال. حتى لو ما رديتي علي يا حياة أحبك ومتمسك فيك. No, I don't want to meet with your buyer. I want to meet with you. Looks so good. Sarah, run! This is my house now. It's my house. It's my rules. ما شاء الله تبارك الله. من وين جبتي؟ ترى اللي عارفه أن توه قاعدين يرن صالات أمريكا. يا قدمك يا نواف. معقولة يا أخي ما تعرف إن الناس تبيع كل هالأفلام اللي في السينما بعد أسبوع من عرضها أو أقل؟ الله يزيدنا جهل بهالأمور. ركزي معي،
أبيك موضوع مهم. هالموضوع يسمح بوجودي ولا أقوم بكرامتي أزين؟ لا ارتاحي، لأني أدري إنها ما تخبي عليك شيء، فخليك عشان كرامتي أنا. بليز نواف، ممكن تأجل الموضوع لين بعدين؟ على الأقل لما يخلص الفيلم، ترى ما بقى فيه كثير. اللي تشوفينه، ولو إن الموضوع يخص عبد العزيز. بطالع بعدين، قولي وش الموضوع؟ عبد العزيز طلق زوجته رسمي. أرسل لها الورقة اليوم الصبح. نو، ماي جاد، من جد؟ جبتي العيد يا الجازي. وهو اللي كلمك ولا انت اللي كلمته؟ وليه كلمك يا نواف؟ تتوقع يعني كلمك عشان توصل لي الكلام؟ انا حاسبك الجازي، وادري وش اللي حرك فيك كل هالمشاعر. ايه عبد العزيز بنفسه قال لي هالكلام، وانا متاكد انه قاله عشان اوصل لك، وعشان امر اهم. امر اهم؟ وش الامر الاهم هذا؟ بيقول لي بعدين. هو طلب مني اننا نتقابل عشان يقول لي كل اللي عنده، واول ما اعرف بجي اقول لك. ومتى بتقابلينه؟ بكره متفقين هون نتغدى سوا، وهو بيقول لي كل اللي يبيه، وبتعرفين وقتها وين بيوصلك اهتمامك به واهتمامه بك. تصبحوا على خير. الله يسامحك يا نواف، فجرت هالقنبلة في تالي هالليل. أنا الحين وش بفكني منها ومن أسئلتها ومن ظنونها. سرور، وش تتوقعين ممكن يكون هذا الموضوع المهم؟ يا الله، عز الله ما نمت اليوم. وش رايك تكلمين البنات وتسألينهم؟ هم أدرى مني في هالمواضيع. صحيح البنات بكلمهم، بس دقيقة بقول لهم كل شيء. جازي انك محظوظة بهالاخو، يا ريت كلنا عندنا هالاخو، والله كان نص مشاكلنا ما لها وجود. انا اتوقع انه ناوي يخطبك، اكيد بيخطبك، ولا وش لا يقول له يتصل عليه ويقول له انا طلق زوجته وبعدين يطلب يشوفه. بليز يا الجازي وافقي اذا تقدم لك، عشان خاطري ودي نعيش جو قصتكم والحب والرومانسية اللي افتقدناها في قصتنا. أنا مرة افتقدت للحب وسوالفة. أنتي وتالياتها معك يا لما، أنتي متى راح تخلين هالأمور وهالخرابيط تسيطر عليكي؟ متى بتنسين هالقصص وتلهين بحياتك ومستقبلك؟ خليها يا نجلة، خلي البسكوت على راحتها، خليها تقول اللي تبي، حرية رأي، وكلنا من حقنا نقول رأينا. مو هذا اللي ندور عليه واللي نبيه؟ ولا بس يعني كلام وقت التطبيق نفشل في ممارسته؟ سمعي الجازي، أنا أقول لو تقدم لك عبد العزيز لازم ترفضينه بصراحة، توك يعني صغيرة على الزواج والهم والرجال. إلا عادي ذا متصيرين مثل مرت أخوي تقبش قلبي، هذا عاد شي ثاني. Are you crazy؟ مجنونة أنت مجنونة؟ حبيبتي هذا الرجال اللي تمنيته طول عمري وحلمت فيه. رفضته يوم كنت صغيرة وما كنت أفهم، بس الحين مستحيل أكرر هالغلطة مرة ثانية لو إيش ما صار. حبيبتي عبد العزيز فيه كل شيء أتمناه، وودي أكمل معاه طول عمري. فيه الرجولة والثقافة والحنان، وأهم شيء الثقل. وبعدين
انتو شفتوا وشلون يرد على البنات في تويتر وفي الفيسبوك؟ ما عليك من هالمعقدة يا الجازي، إذا طلبت للزواج اخذيه وانت مغمضة، أحد يحصل لها الأيام عريس طبيعي ويقول لا؟ تكفين يا هيا، فكينا من هالعقد، ترى حنا فينا اللي يكفينا من الهموم والعقد. اللي يسمع كلامكم يقول خلاص الرجال خطبها، انتم ليه تسبقون الأمور؟ يمكن عبد العزيز يبي نواف موضوع ثاني. أنا ماني متشائمة يا لما، بس ما أحب الأفراط في التفاؤل. هذا أنا وش أسوي؟ مقبولة منك يا ريج، حتى لو زعلت وش بتسوين يعني؟ دمك ثقيل. قوية قوية يا روجة. بصراحة لسانك هذا خطير خطير. يا ريت تسلفيني بس كم يوم علشان اتهاوش مع الغبل اخوي. لسانك هذا والله انه يفك ازمات. امبارح قبل ما انام اخذت قرار مهم كثير. شو هو؟ كل شيء مو منيح لحلسان ما فيك كثير. ما بدي ضلني زعلانه طول عمري. قدامي حياه جديده. لما بتكون جنبي بحس حالي مبسوطه. وبقول ما رح تتخلى عني بهالدنيا. إذا في حدا صادق معي فهو أنت أستاذ مرة. تعرف قديش حلو إنك تلاقي واحد شبك في البيت. إي والله حريقة. هيا هيا هيا. تعي طب ما في حريقة ولا في شي حياتك. انتبهي على رجلك، هلا انت ختياره، اذا بتنكسر ما رح تتحملي. ما بدي تنضل دقيقه من حياتي وانا بنضلني. ان شاء الله تنكسر رجولك. قولي امين. قال ختياره قال. وش ذا؟ هرقيله؟ هيا هيا بدي هيا 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 هيا. مرت اخوك جايبه شيشه في البيت واخوك على وصول، اخاف يذبحها ونبتلش مع لبنان بكبرها. الحقي علي. بنات انا ذنكم، كملوا موضوع انجازي، فيكم الخير والبركه. والله عندي مشكله ولازم احلها عشان ما تاثر على العلاقات مع الدوله الشقيقه. يلا باي. يما الله يهديك، ليه مزعله نفسك؟ خليه يجي ويذبحها ونخلص منهم اثنينهم. اوه الله يهديك يا هيا، هذا وقت مزاح؟ أخوك على وصول وهالمجنونة قاعد تشيش وما همها أحد. تحسب أخوك جورج وسوف؟ روحي قولي لها أن أخوك اسمه إبراهيم وأن اللي قاعد تسويه غلط وعيب عندنا والمرة العاقلة ما تسويه. روحي يا يما روحي لها، وأنا بروح أولع فحم وأبخر البيت. يما يما لا تكبرين الموضوع، ولدك هذا والله أنه يدري أن زوجته تشرب رقيلة. والله وبعدين وش تبيني اقول لها؟ ها؟ انت نسيتي ان هذا البيت بيتها وهي الامره والناهيه فيه؟ يعني لو سوينا اي شيء ممكن تطردنا. والله انا يا يمه متاكده ان اخوك ما يدري وما يقبل بهالامر. اخوك وانا ابخص فيه. تعالي معي تعالي، خلينا نلحق عليها قبل لا تحصل مصيبه كبيره. تعالي يا هيا يلا. حياتك كمينة حبيبي كمينة. تحبني؟ قد البحر بحر. شو كمان؟
وبعد الأمر أحبك. يمه المشكلة في ولدك مو فيا والله، هو عنده ازدواج في الشخصية. إذا كان معنا شيء ومعه شيء ثاني.